السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم من جديد في حلقة جديدة من Gaming With، واليوم الجيم مع ترياق البحور. بداية التسجيل من هنا أنا أبي أراويكم المنظر شلون تغير. طبعا إذا صبرنا شوي راح يمر قطار، بس أنا مالي خلق أصبر، فيلا نبدأ. أنا أدري أن الحلقات وايد تتأخر وأبي أعتذر لكم عن هالشي، صدق أعتذر، بس إحنا أعضاء القناة شوي نمر بظروف صعبة شوي. مجرد ما أعدي هالظروف أنا ترياق البحور راح أرجع أنزل حلقات بشكل أسبوعي قد ما أقدر، لكن هالفترة صعبة علي شوي، سامحونا. والله تعليقاتكم وكلامكم الطيب اللي تكتبونه لنا هو الشيء اللي يخليني أضغط على نفسي وأتحدى هالظروف وأرد أنزل حلقات، فشكرا لكم وايد على هالكلام. يلا نبدأ الحلقة. أوكي، آخر شيء وصلنا هني، عدينا من القطار السريع اللي كان يفوينا، فخل نكمل. أحب موضوع أنهم يغيرون لك خلفية المين منيو مال اللعبة كل شوي حسب المرحلة اللي أنت وصلتها في اللعبة. طبعا وين نطلع فوق؟ ما في شيء هناك. لا اوكي، الغالب ان احنا لازم نهني وندخل النفق، واحب الانفاق في هذه اللعبة، يا رب ما يطلع شيء في وجهي. ونعدي من اللودينج ونبدأ تشابتر جديد. ما ادري ليش احس بالخطر. اوكي ترى في اعداء بس ظلام، ما اقدر اولع الليت. للاسف انه ما يصير اولع الليت. هاي حي بيقوم؟ اي والله يقوم. خليك ميت احسن، ليش تقوم؟ هل هناك شيء اخر؟ في شيء ثاني اذبحه ولا لا؟ في شيء فجر؟ شوف قام، يوم فجرت قام. قلت لو سمحت، شكلي لازم انزل ادخل هني. بسم الله، والله حسيت انه قاعد اشوف فيلم مسلسل The Walking Dead، الموت السائرون. زين بسم الله، والله المنطقة شكلها تخرع. انا قاعد احس بالخوف، وقاعد العب في الليل بعد والناس كلهم نايمين وما حد قاعد الا انا. دعوة نزلت حين انا متعنيت مطي. لا لا في اصوات وحوش، بابا يتبطل. زين شو اسوي؟ ناكل وحوش قاعيون. بسم الله، والله كأنه The Walking Dead. اوكي خلينا نحاول نقتلهم بسرعة. في واحد هناك. اوكي الحمد لله ان الرصاصة اللي في السيارة ما يخلص. اوكي الحمد لله اقدر ادعم سير وخليهم يتحركون، لان اقدر اعدي. شكلي ما اقدر اعدي اكثر من شي ولا لا؟ ما تتحرك هاي كلش. اعتقد اني كنت اقدر استخدم الجرافيتي جان، بس خطر المنطقة ليه انزل يا اخي. نكمل. ما ادري هل في شيء فاتني ولا لا. يوه بوقت ادعم، ما ادري في شيء فاتني بذيك المنطقة ولا لا. الباب كان مقفول. هني عندنا بيت، تقولون ادش صح؟ خل ادش اشوف ممكن في شيء. ايش فيكم؟ استقبلوني عدل يا اخي. ممكن نكون ربع يعني، ليه زعلانين قاعد يثورون فيني على طول؟ هاي كلها بس عشان شريت من المنطقة مالتهم، لما بيها قاعد وياكم. زين خلنا ننزل الحين نشوف المنطقة ايش فيها.
ان شاء الله ما يكون في احد اقتله، ان شاء الله بس يكون في اغراض اخذهم واروح اكمل طريقي. تقون قربت حق نهاية اللعبة ولا لحين باقي؟ لحظة ليه دي تولع؟ وخر مزعج والله انت. عقب هاي كلها خشيت الباب ما يتبطل؟ عشان قلت من اول انك ما تبطل عشان ما قاعدة تهاوش وياك على الفاضي، اقصد تهاوش وياك الكبت على الفاضي. اوكي شكله ما في شيء يا اخي، شال منطقة المملة اي صح. اوف والله نقست. يلا يلا هناك بس رعتوني، الله يسامحكم. شنو اختفى ورا طلع مرة ثانية؟ ايش قاعد يصير؟ اوي برا قاعد يطيحون من السقف. هل هذا معناه ان انا اقدر اروح فوق؟ الحين اسمع صوتهم، مش دعوة ما يخلصون. دعوة من وين يتي؟ وما اقول انهم يرجعون يوني صح؟ مستحيل، يمكن هاي واحدة زيادة. زين هل المفروض ان انا اطلع فوق؟ سامحني صديقي الميت بس لا مو انت، انت هنحط هني. قاعد عم السقف، قاعد عم الهوا بعد مو بس السقف. اتوكل على الله احسن، شكله ما في شيء مفيد هني. والله العظيم حاله من يون هذيلا. حركه جديده يعني عشان ينقزونك. صوت تفجر ما ادري ليه، ما فجرت شيء انا. ايش صار؟ لحظة هاي شنو؟ هاي ما كان موجود من ساعة ولا؟ المهم خلونا نكمل طريقنا، ليه نضيع وقتنا على الفاضي؟ ما نشوف اخرتها يعني مع الشوارع. اوه شكلنا بنقاتل اعداء. لا 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 حول، لازم انزل حيثور في حيثور. اي 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 اوكي قتلنا. معدي الحين هاتي قاعد تبلغ خلاص موت على طول. اح مش دعوة شي تثور فيني، حرام عليك. في بعد حد بس ما ادري وين. وراي 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 وينه؟ اوكي بعد في واحد خلاص. اوكي خلنا ننزل ناخذ رصاص و باور ارمر. شنو بعد ممكن نحصل فوق؟ يمكن في شيء؟ ما في شيء هني. نركب الدراية هاي. يا قاعد اركب وانزل ترى، شفتوني؟ ما في شيء يعني ركبت على الفاضي. انا ما ادري نزلت ولا طحت ولا ايش سويت بالضبط. اوه علاج سيارة من قلبه، باب، دفاية. شنو ما في شيء؟ المهم خل نروح نكمل مغامراتنا احسن لنا، قاعد نضيع وقتنا هني. اوكي حصلنا شيء مفيد اللي هو رصاص.
بعد كيفك تقولي ممنوع؟ خلاص أنا لازم أروح الحين وأنقذ دكتور إيلاي أبو أليس. لازم أذكركم بالأحداث عشان تمون مستوعبين. أوه بالشارع مكسور، فتمون مستوعبين إحنا وين رايحين وش الهدف من هذا الطريق كله أو من هاي الرحلة كلها. وفي شاحنة من قلبه، ما أدري مكسرة ما صار فيها. اوكي تمام عدينا. اوه لا 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 هاي شنو الاعداد؟ قررت قنابل؟ ما اعرف انزل ولا بس اروح اعدي. خاف اذا ما نزل تفوت علي اشياء. مسكر المكان؟ والبوم مكان مسكر. اوكي شكلي لازم انزل ابطل الباب. يقطع علي قنابل بعد. سريع سريع. زين الواير ممتد هني داخل. اوف اوكي في زيادة يا أخي. معركة شكل الوضع. خلاص ما في واحد ولا اثنين. خلاص بس امشي واقتل. اوف شنو هاي صار؟ والله صار هدوء. شوف 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 تصرفات لا أخلاقية. وين شلت انا؟ عندنا هني شي لازم نسويه. شنو هاي اللغز يعني؟ اوه في حد ميت. هالشي اركبه هني اعتقد. ايوه لازم احصل القطعة الثانية نفس هذي. لازم احصلها واركبها هني. وين تتوقعون القطعة موجودة؟ برا يمكن طاحت ولا شيء. ما ادري يعني شنو السبب اللي خليها تروح برا. هاي صوت طيارات ولا صوت شنو؟ ايوة ترى بالصدفة والله. ما ادري ايش اللي خلاني اقلبه. بس يلا الحمد لله على الاقل حصلت القطعة. اوكي حنت بطلت البوابة. قاعد تبطل عشان نكون على استعداد. يلا عشان اخاف يجون الطيارات ويثورون فيني. مالي خلقه بروح بسرعة. حياتي 100 درعي 100 كل شي تمام. الله على النفق. ما ادري فيني مع الانفاق بهاللعبة بس حبيتهم صراحة. اوه شو البحر شلون. لعبة قديمة بس يا اخي المناظر فيها حلوة. عاد انا احب البحر. احب البحر في الالعاب وفي الصج وفي كل مكان. في حد يبي يقتلني؟ اوه ربع ربعي ربعي يقول لي ادخل سيارة الجراج. ان شاء الله يا رب ما ادعمك بس وانا ادخلها. حسنا دكتور فريمان عليكم مواصلة الرحلة سيرا على الاقدام. هناك ممر سري قريبا من هنا ولكن لا احد سوف يذهب الى اي مكان لان هناك طائرات قادمة نحونا وعلينا مواجهتهم. سحقا ها هم قادمون. كنا بنقاتل وياهم مساكين. مصدقكم؟ عبالي طيارة اضربها بالش اسمه. خوف وايد بعيد اصلا ما ينفع. اوه شكلها معركة صدق. يلا نقاتل. شنو؟
شكلهم يبوني اذبح الطيارات. هنا في قنبلة عندي حبيبي، بغيت اثور فيك قذف صواريخ، انت متخيل؟ براسك على طول. اي 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 احس اني قاعد اقاتل التهور، تحسون؟ يعني انك الشجاع. اوكي شكلي لازم اضربهم، شوف شلون ضربتها، ولا ما ادري طلع منها دخان من ساعة. زين اوه لهناك. لا 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 تذبحون ربعي ارجوكم، اح اح لا تذبحوني انا بعد. اخس خلاص الرصاص، ما قاذف الصواريخ. عطني عطني عندكم شيء؟ على من قاعد تثور؟ على متى يو؟ خلاص ولا بعد؟ الحين الناس قاعد تدور، ما في شيء. مدخل هني، في مدخل. يا رب حصل رصاص حق قاذف الصواريخ. لا ما في رصاص، شنو حق قاذف الصواريخ؟ رصاص حق الرشاش. طلع فوق اكثر، ما ادري اذا بستفيد شيء ولا لا، بس نجرب. بلقى يثورون من الدرج، ايش دعوة تدرون يعني انا وين وصلت؟ اي طابق؟ اوه اوه اشوى، خفت والله عباي بطيح من فوق لتحت واموت. في رصاص قذف صواريخ، الله الله. اوكي زين نيت هني. اح 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 وين تصبري، خل اشوفه جوا. دا قربي اكثر خلنا نتفاهم. ضربناها ضربة واحدة، ضربة ثانية، اخ بموت والله. ما عندي رصاص، اوكي ايوه ثانية. زين وين؟ صار هدوء، خلصت المعركة خلاص؟ قاعد يكسر القزاز ليش؟ من هنا دكتور فريمان، سوف نأخذ طريق المنحدر قبل وقوع هجوم آخر. كوبي ذات. صبر خل أخذ رصاص و أضبط أموري. يلا زين ايش فيك؟ بسم الله ما في شيء، ما في حدا كلمة. أنا وين الحين؟ أنا هني؟ والله ما أدري. يلا شكله كل شوي بيصرخ بوجهي هالشكل.
اوه بخلينا ننزل تحت اكثر. اتبع هذا الطريق وانتبه لنفسك. وين؟ اوه بوابة سرية، وراح نوقف هني قبل ندخل طريق المنحدر. شكرا لكم صج صج من صجي، شكرا لكم على كلامكم الطيب، لان كلامكم دايما يفرحني. يوم يوصلني نوتيفيكيشن على جوالي استانس ان انتم قاعد تقولون لي كلام يفرح هالشكل. شكرا لكم وايد، وسامحوني على التاخير، وان شاء الله بس تستقر اموري ارجع انزل حلقات نفس قبل. تحملوا بروحكم والله يحفظكم.